رح نضل بالعادات والتقاليد الموروثة ضمن الشهر الكريم، يعني من العرقسوس للجلاب للتمر الهندي، مدفع رمضان والسكبة ووجبة الإفطار المائدة اللي بتجمع الأحبة الأهل الجيران. هدول كلهم من العادات اللي نحن عشنا فيها طقوس جدا جميلة وارتبطت بالشهر الكريم. صح، يمكن اليوم نحن فقدنا جزء منها بسبب الأوضاع، بسبب سفر البعض، فقد البعض، ولكن رمضان دائما له خصوصية عندنا بحياتنا يا عفاف، والذاكرة دائما بتقول اسأل الله كيف كنا عايشين. صحيح يا رشا، واليوم أكيد رح نسترجع سوا ونستذكر هاي العادات الأصيلة مع رئيس مجلس إدارة جمعية العادات الأصيلة، ورح نتعرف كتير تفاصيل على التراث السوري وأيضا على التراث الرمضاني قديش لسه موجود، ومن خلال كمان أكيد الحرفية يلي موجودة. اليوم معنا الأستاذ عدنان تنبكجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، و السيد عصام سكر من أعضاء جمعية العادات الأصيلة. يسعد صباحكم ورمضان كريم عليكم. صباح الخير، رمضان مبارك علينا وعليكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ عدنان، يسعد صباحك أستاذ عصام، رمضان كريم عليكم. اليوم كمان المسبحة والعباية هي من رموز رمضان، خلينا نقول تمام، والطربوش اليوم نحن أجواءنا شامية بامتياز مثل ما بنقول. خلينا من ذاكرتكم نرجع قبل ما نروح للجمعية ونحكي عنها، نسترجع رمضان من خلال ذاكرتكم والأيام الحلوة اللي عشتوا فيها. أول شيء ببدأ أنه مثل ما بيقولوا من العادات القديمة أنه عشر بشر، يعني اليوم هذا بشرة لأنه رمضان سريع وما بيصير الواحد يستهين برمضان أو يمرر مرور كرام، بده يتبع العادات والتقاليد اللي هي فيها روحانية، من السكبة للصيام للإفطار لمدفع الإفطار لصلاة التراويح للتقارب بين العائلات المتخاصمة، وحتى يعني بتلاقي بيقولوا رمضان كريم، فعلا رمضان كريم ورمضان بعم الخير، بنصف رمضان أو بنهاية رمضان بتلاقي الكل سعيد ومبسوط من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الروحانية، وكل مبسوط وعم يؤدي هاي الطقوس، وفي ناس فعلا بيقولوا إن شاء الله ما بيخلص رمضان، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، رمضانات ان شاء الله اللي بدها تجي احسن علينا وعليكم. وانت بألف خير سيد عصام، يعني اليوم مع حفاظكم على هي العادات والتقاليد وضمن جمعيه العادات الاصيله تحت هذا المسمى، يعني شو هو كان الهدف الاساسي من هي الجمعيه وامتى تاسست بالضبط وكيف كانت بدايه مشاريعكم؟ كان في صعوبات بترسيخها على ارض الواقع؟ الحقيقه نحن فريق كامل متكامل وصار له اكثر من 10 سنوات، عنا إنجازات كثيرة بما يخص التراث، العادات الأصيلة، التراث الشعبي، بس احنا من جديد رخصنا، ما صلنا تقريبا سنة، كنا نمشي على أرض الواقع ونتابع فعاليات ونتعامل مع جهات رسمية وغير رسمية بما يخص هاي العادات الأصيلة. العادات الأصيلة اللي احنا نقصد فيها أهداف الجمعية لحماية التراث الشعبي والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية ودعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بما يخص الفنون اليدوية التراثية الحرفية، تأهيل كوادر مشان كمان هدول يعلموا فيما بعد مثل ما احنا نعلمون لا يصيروا انهم نوات لا يعلموا الغير بالحرف اليدوية التقليدية. أهدافها نبيلة وأهدافها حلوة، وإحنا انطلقنا من أنفسنا، اسمنا سبق التوثيق تبعنا وأكثر من 10 سنوات، وهذا الحكي موثق، صرنا بحدود السنة ارتقينا على أنه نرخص هاي الجمعية، ورخصناها من جهات المعنية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق، والحمد لله لنا أعمال كثيرة ونرفع رأسنا بهي العادات بهذا التاريخ التراث الأصيل، لأنه إحنا بتعرفي التراث هو الهوية، هو الهوية المكانية والزمانية لهذا التراث العريق اللي إحنا بما يخص العادات والتقاليد والفنون الشعبية والحرف اليدوية والتراث المادي واللامادي، عادات بنفخر فيها وإن شاء الله يا رب تضل حلاوة تراثنا بتماشى مع العصور السابقة والجديدة والحداثي. اليوم دائما نحن نقول الحرفي السوري رغم كل الحداثة بيبقى محافظ على البصمة السورية، فخورين بكل أعمالكم. رح نرجع لعندك أستاذ عدنان. أستاذ عصام، وقت من حضرتك من أعضاء هيئة الجمعية، خلينا نحكي عن دورك واليوم كيف عم تكون التشاركية بأخذ أي قرار ضمن الجمعية. تمام، نحن إلنا الشرف أنه أسسنا الجمعية هي، ولما دخلنا نحن على الجمعية لحتى نتعلم العادات والأصالة، نحن أنا بمجال عملي كحكواتي
عم نحيي التراث هذا القديم وعم نرجع له من أول وجديد. يعني بي عنا مثلا كان سابقا الحكواتي خيال الظل كركوز وعواز هذا كلياته عم نشتغل عليه وعم نرجع نحييه من أول وجديد. وين عم تشتغلوا عليه؟ في عنا بيت التراث وعنا بالجمعية مقر كمان مقر الجمعية كمان بيت التراث للإحياء الدمشقي. طيب سيد عصام اليوم كيف عم تشوف تفاعل العالم مع الحكايات يلي انت عم تقدمها؟ لسه في عالم متمسكة بهذا التراث وبهي العادات الأصيلة يلي هي عادات رمضانية بحت، لسه بتجي وبتسمع الحكواتي شو عم يحكي وبتتفاعل معه؟ نحن استاذي التفاعل تبع الناس والإقبال عليه هو اللي عم يعطينا طاقة إيجابية لحتى نحن نستمر ونشتغل على الشيء هذا وعم نحييه. يعني كل ما عم نشوف في إقبال وكل في ناس عم تتابعنا كل ما نحن عم نزيد أكثر من الحفاظ على التراث وننميه وننشره للناس. اليوم في فضول للحكواتي دائما، يعني بتحسي انه هو له خصوصيه بحياتنا تماماً. يمكن تستمتعي او بتحبي تخوضي هي التجربه، مع انه يمكن بعض الحكايات تكون كثير بدها شرح من الحكواتي. اليوم الحكواتي له صفات خاصه في، يعني شو رايك استاذ عدنان بالاستاذ عصام كحكواتي؟ والله مثل ما تفضلتي تماما، انت سالتي السؤال، هو له معايير ما شاء الله. الأستاذ عصام عنده المعايير كاملة سواء بالحضور أو بالانفعال بينسجم. عادة الحكواتي زمان كانوا بصير منازعات بين شخصين متخاصمين، يجوا عند الزعيم يتفقوا معه على أنه بده يتم الإصلاح بطريقة فنية من عند الحكواتي. رح خليه هو يشرح لكم الأستاذ عصام كيف بتتم هاي الآلية، وبالمقهى بتكون بالنهاية بيكون سعيدة. يعني نحن لما بنحكي الحكاية فبدنا نشد المستمع نشد المستمع لنا ويخليه بدل كل حضوره كله معنا. فلما بيكون في حدا متخاصم نخترع له قصة حكاية عن التقارب، عن التسامح، عن المحبة، في كتير من هالقصص هي. وكمان ممكن كمان في عنا قصص عن البطولة، عن عنتر، بني هلال، زير سالم، إلى آخره من القصص الجميلة والحلوة. وفي من وسط الحياة من وسط الحياة عم يكون في حكاية حلوة وجميلة. أستاذ عدنان، اليوم من خلال جمعيتكم جمعية العادات الأصيلة معروفة أنه هي عم تحافظ على هاي العادات وعم تطبقها على أرض الواقع، اليوم شو في عادات لسه عم تحاول الجمعية أنه تضل عم تحافظ عليها وعم تذكر فيها كل موسم رمضان أو خلينا نقول طيلة كمان العام؟ هلا نحن بنركز على موضوع احترام الصغير للكبير. زمان كان وقت الكبير يحكي خلاص هو المرجعيه، مو لانه اكبر بس بموضوع العمر، وانما اكبر بالمرور اللي مر عليه من التراث والحكايه والقصص والعبر. يعني كان الامثال الشعبيه زمان وقت يحطوا المثل الشعبي كان في له قصه ينتج عن حكمه، يعني مو مثل شعبي بينقال عاد. وعنا نحن امثال ما يغنينا بكل تفاصيل الحياه، يعني كيف الواحد بيمارس طقوسه بالحياه العمليه بحياه البيت من خلال المجتمع احتكاكه مع المجتمع. عنا امثال كثير حلوه، اذكر لنا هيك شيء مثل لو مع هي شغله حكواتي يمكن اكثر. مثل قال اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بقول كف عدس. هذا اصل المثل كان في شيخ كار او شهبندر تجار سابقا من زمان، عنده بنت كثير حلوه وجميله، فكان احد الاهالي عم يحاكيها من خلف السور فشافوا ابوها فاستل السيف ورقد وراه وهرب. هو هربان عم يرقد بالاراضي تبع الشهبندر التجار والحصاد كان في عم يحصدوا العدس، قام اخذ كف عدس هو راقد هربان وراقد وراه، فات على المدينه اجتمعوا الناس وصار يستجير بالناس انه شهبندر التجار بيقطع راسي.
وقفوا لا يا، قال له ليش؟ قال له مشان كف عدس، لاني اخذت من عنده كف عدس فبدي اقطع راسي. قال له باطل، انت شيخ كار وانت شهبندر التجار يعني معروف عنك الكرم والمروءه، مشان كف عدس بدك تقطع راسه؟ قال له اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. عرفتي يا عفاف؟ لاحظي انت كيف كان التسامح، مشان ما هو يساوي اشهار لموضوع بيخص بنته مثل ما بيقولوا العرض غالي من زمان وهلا. نعم. بده يستر على الموضوع بطريقه ديناميكيه فنيه وما يساوي اشهار للحدث. يعني ما حكى هو ما اعترف، لا لا بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف يقول كف عدس على هذا الامثال. ومش والله نحن بنقولها كثير يا استاذ عدنان يعني، لانه مو دائما كل شيء عم بصير بيحكى. خلينا نروح لحاضنه دمار. اليوم نحن فخورين فيكم جدا، مثل ما بيقولوا بتفرحوا القلب، عم نشوفكم كيف اليوم عم بتصير وفود رسميه عم بتزور. نعم. الحاضنه. نعم. وهذا بدل على اليوم انه الحرفه السوريه بخير رغم كل شيء مرقنا فيه. كان في زياره للسفير الهندي للحاضنه باليومين الماضيين. نعم. او امبارح ايضا كان في وفد صيني. شفنا صوره على السوشيال ميديا. شو عم تشتغلوا لحتى هيك هالجذب كله للسياحه الخارجيه؟ والله اول شيء هذا القرص الحضاري، انا بحيي الاستاذ لؤي شكو على هذا الإنجاز، هو صاحب المشروع بصراحة، بالتعاون مع رئيس الاتحاد عام للحرفيين أستاذ ناجي حدوي بنوجه له التحية ونعيدهم كل عام وانتم بخير. إجانا دعم أكبر الحمد لله من السيد وزير السياحة، يعني اليوم في تشابك، وكان الافتتاح التوسعي كمان إجا معظم الوزراء بنوجه لهم كل التحية لأنه عم يسلطوا الضوء وعلى هذا التوثيق، والإعلام ما عم يتأثروا كمان كلكم كجهة إعلامية على توثيق هاي الحرف اليدوية التقليدية. إحنا بهي الحاضنة عم يجينا كثير وفود الحمد لله، مع انه لسه المناخ ما مهيئ على انه يجي وفود سياحيه. نعم. لكن بتعرفي الطقوس اللي احنا بتساعدنا بسوريا غنيه حتى بالمجال السياحه الحرفيه، السياحه الطبيه، السياحه الدينيه، سياحه الطقوس، كلياتها المعايير كلها موجوده عندنا وبيلبق لنا انه يجينا وفود، وان شاء الله يا رب الامان والامن. آمين. صار كامل ومهيئين احنا على انه يجينا هاي الوفود اللي عم امبارح سعاده السفير الهندي انصعق يعني بهي الحرف اليدويه التقليديه اللي موجوده بالحاضنه. ضيوفنا احنا كمان من اتكيه سليمانيه زادوا المكان بهجه، زادوا لنا زرعوا المحبه والسرور بيناتنا، صار في تعاون احنا وياهم، صار المكان كثير احنا بنفخر فيه وكل سوري بيفخر بهذا الانجاز. ان شاء الله يا رب تكون بكل محافظه في حاضنه تراثيه. آمين. بتحمي هاي الحرف من الاندثار ومن تنسيبها للغير. عنا ابداعات كثير حلوه بكل الحرف اليدويه التقليديه من النحاس لتنزيل الصداف للالات الموسيقيه للاغاني لحتى ان شاء الله احياء للبروكار للخشبيات، شيء رائع. وكمان موضوع الدهان الدمشقي اللي احنا بننوع عليه كمان كثير عنصر مهم فعال، وكمان في اجتهادات احنا الحمد لله رب العالمين انه في مين عم يجتهد والله يعطيهم العافيه، الامانه السوريه للتنميه وزاره الثقافه اجتهدوا على انه يكون العود الدمشقي بالتراث الإنساني التراث اللامادي موثق صار باليونسكو، وأيضا في كثير إن شاء الله أمور رح تمشي وفيما بعد أنه كله يتوثق. وهذا الكلام مو كثير على سوريا، سوريا انطلقت منها الحضارات وكل الحرف اليدوية التقليدية إن شاء الله نحن عم نتابع على أنه نعلمها للغير. أكيد بالختام بدنا نتمنى لكم كل التوفيق لكم وأيضا لأعضاء جمعية العادات الأصيلة، ونتمنى لكم كثير من التوفيق والازدهار ورمضان كريم عليكم. أهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير. شكرا أستاذ عدنان لحضورك، شكرا أستاذ عصام، نتمنى لكم كل التوفيق ورمضان كريم عليكم. ضلوا بخير يا رب. آمين.